متى نغذي النحل بالمحلول السكري ومتى نغذيه بالكاندي؟ وكذلك ما هو الوقت الذي نغذي فيه النحل بالمحلول السكري وبالعجينة البروتينية معا؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو، فتابع معي الفيديو حتى الآخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الكرام. كما قلت لكم، اليوم إن شاء الله سنتكلم عن التغذية بالمحلول السكري ومتى نقدمها، وكذلك سنتكلم عن متى نقدم عجينة الكاندي ومتى نقدم أيضا المحلول السكري مع العجينة البروتينية. وهنا أضع سطرا تحت العجينة البروتينية، لأنه يوجد فرق في التحضير بين العجينة البروتينية وعجينة الكاندي، رغم أننا قد نأخذ مصطلح واحد لكلا العجينتين، وهو قد نجمعهما في مصطلح واحد وهو الكاندي، لكن هنا يوجد وجه اختلاف، وهو العجينة البروتينية يعني تختلف عن العجينة الأخرى التي تحتوي فقط على سكريات وبعض الأعشاب. أما العجينة البروتينية فهي يعني تحضر بحبوب لقاح، كما سبق ووضعنا لكم فيديو عن طريقة تحضير العجينة البروتينية. حتى لا أطيل عليكم، سنتكلم الآن عن متى نقدم المحلول السكري وحده للنحل، ويكون هذا المحلول السكري سواء من أجل يعني إضافة مخزون للنحل بعد الفرز، حتى نجعل النحل يكتفي يعني بتخزين ذلك المحلول السكري ليقوم بسحبه فيما بعد، والتغذية التحفيزية. ماذا نقصد بالتغذية التحفيزية؟ وهي حين تتوفر حبوب اللقاح في الطبيعة ويبدأ النحل في النشاط، فإننا نقدم له المحلول السكري يعني كي يقوم على سبيل المثال بمط الأساسات الشمعية والتوسع في الحضانة. ولا شك أن الأغلب يعرف قيمة الشمع الجديد بالنسبة للملكة وللحضانة، فالملكات تضع البيض بغزارة على الشمع الجديد، وكذلك الحضانة التي تتربى في ذلك الشمع فهي تكون أكثر جودة يعني من الشمع القديم. والتغذية بالعجينة الصلبة، أي يعني التغذية الصلبة بالعجينة، أي عجينة الكاندي البيضاء أو المعروفة بأنها تقدم للنحل من أجل التغذية في حالة عدم توفر مخزون كافي من العسل. وتستعمل هذه التغذية في المناطق الباردة جدا، والتي بها قد يكون بها حتى الثلوج، تفاديا للفتح يعني الخلايا مرة أو مرتين في الأسبوع، وتفاديا لتكون الرطوبة داخل الخلية، رغم أن التغذية ليست هي المسؤولة عن تكون الرطوبة داخل الخلية، وإنما عوامل أخرى، منها أن الكثافة النحلية تكون قليلة، الشيء الذي يجعل النحل لا يهتم بخليته ولا يقوم بطرد تلك الرطوبة. وكذلك قطعة الخيش هذه التي توضع فوق الصندوق، فوق يعني الخلية، تحت بين الخلية والغطاء، فهي تساهم بشكل كبير في التخلص من الرطوبة داخل الخلية. نأتي الآن إلى التحدث عن متى نقدم التغذية البروتينية والتغذية السكرية للنحل في آن واحد. إن أغلب النحالين حينما يريد أن يعني يجهز النحل للدخول في موسم قادم وتجيشه، حتى يعني يدخل ذلك الموسم بنحل قوي ليستفيد من جني كميات من العسل، فيقوم النحال أثناء يعني قلة حبوب اللقاح بتقديم العجينة البروتينية كبديل لحبوب اللقاح، الشيء الذي يجعل الملكات تضع البيض، ومع التغذية يعني بالمحلول السكري فهي تحفز النحل على الخروج للبحث عن حبوب اللقاح بعيدا، بالإضافة إلى
تلك العجينة التي يقوم النحل بسحبها مباشرة وتغذيتها لليرقات، وأنا أتحدث عن العجينة البروتينية. يعني هنا فالنحال يجب أن يقوم بالتغذية بالمحلول السكري والعجينة البروتينية، الشيء الذي يعود بالإيجاب على الخلية، يعني ويجعلها تستمر في نشاطها وتستمر وتبقى على كامل قوتها وتتقوى بشكل أكبر. إن العجينة البروتينية تقدم للنحل في فصل الخريف وحتى مطلع فصل الربيع حتى نحفز النحل ليقوم بالتجييش والتحضير.